موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين. قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في تأويل قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي أطلعناك عليه من خفي أمور هؤلاء اليهود مما لا يعلمه إلا علماؤهم وأحبارهم احتجاجا عليهم لصحة نبوتك وقطعا لعذر قائل منهم أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني بالطغيان الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك، وكفرا يقول ويزيدهم مع غلوهم في إنكار ذلك جحودهم عظمة الله ووصفهم إياه بغير صفته بأن ينسبوه إلى البخل ويقولوا يد الله مغلولة. وإنما أعلم تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم أهل عتو وتمرد على ربهم وأنهم لا يذعنون لحق وإن علموا صحته، ولكنهم يعاندونه يسلي بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الموجدة بهم في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه. وقد بينت معنى الطغيان فيما مضى بشواهده بما أغنى عن إعادته، مجاوزة الحدود، الغلو عن قتادة، ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. سبحان الله، الله أنزل كتابه نورا وهدى تحيا به القلوب كالماء إذا نزل على الأرض أحياها، ولكن الأرض الخبيثة لا تنبت إلا الزرع الخبيث، فإذا نزل عليها الماء أنبتت السموم والمخدرات وأمثالها لما فيها من البذرة الخبيثة فتزداد ضررا. فكذلك هذه القلوب الكافرة القاسية إذا نزل، يعني إذا سمعت القرآن الذي هو شفاء ورحمة وهدى ونور ينتفع به المؤمنون وتحيا به قلوبهم، إذا سمعوه ازدادوا كفرا بتكذيبهم وازدادوا طغيانا على طغيانهم بمزيد التكذيب ومزيد الجحود، وهم يتضح لهم دائما الحق ومع ذلك
يزدادون بسبب فساد القلوب طغيانا وكفرا. الحق الذي هو سبب الهداية يتحول عندهم بسبب فساد قلوبهم إلى مزيد التكذيب والكفر، ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعافينا من هذه القسوة. قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني تعالى ذكره بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين اليهود والنصارى. عن مجاهد: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال: اليهود والنصارى. فإن قال قائل: وكيف قيل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء؟ جعلت الهاء والميم في قوله بينهم كناية عن اليهود والنصارى، ولم يجري لليهود والنصارى ذكر. قيل: قد جرى لهم ذكر، وذلك قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. جرى الخبر في بعض الآي عن الفريقين، وفي بعض عن أحدهما، إلى أن انتهى إلى قوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، ثم قصد بقوله ألقينا بينهم الخبر عن الفريقين. نقول: ولا يعني يحتاج في ذلك إلى العودة إلى يعني ذكر النصارى الذي سبق ذكره يعني منذ آيات كثيرة، وكأن الذي قال ذلك ظن أن اليهود ليس بينهم عداوة وبغضاء يعني حتى يقول ذلك. والصحيح أن كل فرق اليهود والنصارى بينهم من النزاع والعداوة والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، وقد أخبرنا عن الآية في الآية قبلها: وقالت اليهود يد الله مغلولة. فعود الضمير إليهم وأن بينهم فرقهم المختلفة العداوة والبغضاء أظهر، والله أعلى وأعلم. وإن كان يعني عداوة النصارى بعضهم بعضا أظهر، وابن كثير رحمه الله قد فسر الآية على يعني ذكر اليهود ولم يذكر النصارى فيها، فقال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضا في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. هذا أظهر، والله أعلم أعلم. وإن كان عداوة النصارى بعضهم بعضا واليهود بعضهم بعضا كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا يدل على أن فرقهم مختلفة، وأن العداوة والبغضاء يعني قائمة بقلوبهم، كما قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم يعادي بعضهم بعضا، ومن تأمل أحوالهم ولد أنهم منذ يعني أحوالهم الحالية منذ سنتين لم يتفقوا على كلمة في تشكيل حكومة واختيار زعيم يجتمعون حوله،
لا يزالون يختلفون ولا يسلم بعضهم لبعض. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. يقول تعالى ذكره كلما جمع أمرهم على شيء فاستقام واستوى فأرادوا مناهضة من نواهم شتته الله عليهم وأفسده لسوء فعالهم وخبث نياتهم. عن الربيع في قوله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم. قال كان الفساد الأول فبعث الله عليهم عدوا فاستباحوا الديار واستنكحوا النساء واستعبدوا الولدان وخربوا المسجد فغيروا زمانا، ثم بعث الله فيهم نبيا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثاني بقتلهم الأنبياء حتى قتلوا يحيى بن زكريا، فبعث الله عليهم مختنصر قتل من قتل منهم وسبى من سبى وخرب المسجد، فكان مختنصر للفساد الثاني. قال والفساد المعصية. ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إلى قوله وإن عدتم عدنا، فبعث الله لهم عزيرا وقد كان علم التوراة وحفظها في صدره وكتبها لهم، فقام بها ذلك القرن ولبثوا ونسوا ومات عزير وكانت أحداث ونسوا العهد وبخلوا ربهم وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا في عزير إن الله اتخذه ولدا، وكانوا يعيبون ذلك على النصارى في قولهم في المسيح فخالفوا ما نهوا عنه وعملوا بما كانوا يكفرون بما كانوا يكفرون عليه، فسبق من الله كلمة عند ذلك أنهم لم يظهروا على عدو آخر الدهر، فقال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فبعث الله عليهم المجوس الثلاثة أربابا يعني حكاما يعني، فلم يزالوا كذلك والمجوس على رقابهم وهم يقولون يا ليتنا أدركنا هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا، عسى الله أن يفكنا به من المجوس والعذاب المهين. فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم واسمه محمد واسمه في الإنجيل أحمد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وقال فباءوا بغضب على غضب. هذا الكلام فيه يعني مخالفات للواقع التاريخي، وذلك أن الرومان هم الذين كانوا يحتلون بيت المقدس وهم الذين دمروا المدينة بعد صعود المسيح صلى الله عليه وسلم، فقتل يحيى بن زكريا كان في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم لأنهما كان ابن خالة وكان في زمن واحد،
فلم يعرف أن اليهود تسلط عليهم المجوس، وإنما الذي تسلط عليهم الرومان. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن بختنصر وسبي بابل كان قبل المسيح صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر. بل الظاهر أن هذا كان قبل داود وسليمان، أن سبي بابل كان قبل داود وسليمان. ثم بعد ذلك رد الله لهم الكرة عليهم مع طالوت وداود، ثم أفسدوا بعد سليمان عليه الصلاة والسلام، فسلط عليهم الرومان، وكان الأغلب هو في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم وزمن يحيى كان تسلط الرومان للمجوس، وظل هذا مستمرا. وإن كان هناك تبادل بين الرومان والدولة الفارسية مرات أخذا وردا على بيت المقدس، لكن حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المجوس هم الذين يستعبدونهم، وإنما كان الرومان في الأغلب. الله أعلى وأعلم. المعروف أن هدم المسجد الذي بناه سليمان كان قبل كان الهدم الأول بعد التمكين لهم مع يوشع بن نون، فلما أفسدوا بعد هذا الزمن سلط الله عليهم من دمر المسجد ودمر القدس، ثم رد الله لهم الكرة عليهم في زمن داود مع طالوت ثم سليمان، وهو الذي جدد بناء المسجد. ثم بعد ذلك هدمه الرومان سنة 70 من الميلاد، ودمروا المدينة تدميرا تاما أيضا. ثم بعد ذلك ظلوا بها، وإن كان النصارى هم الأغلب في هذا الوقت، ولكن كان الفرس أيضا يتناوبون مع الرومان في السيطرة على هذه المنطقة. الله أعلى وأعلم. عن مجاهد: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال هم اليهود. عن قتادة قال: أولئك أعداء الله اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله، لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس أبغض خلق الله إليه. عن السدي قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال: كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله وأطفأ حدهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب. عن مجاهد: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال: حرب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظاهر، لأنهم هم الذين جمعوا الأحزاب وحاولوا أن يجتمعوا على قتال محمد صلى الله عليه وسلم ويحاربوا، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. يقول تعالى ذكره: ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون بآياته ويكذبون رسله ويخالفون أمره ونهيه، وذلك سعيهم فيها بالفساد، والله لا يحب المفسدين. يقول: والله لا يحب من كان عاملا بمعاصيه في أرضه. وأعظم المعاصي والإفساد الشرك بالله وتكذيب الأنبياء وقتلهم كذلك، فهو أعظم الفساد. الأقرب إن الآية هذه من أولها وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن الضمير فيها الضمائر كلها عائدة على اليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.